الثانيين للمدينه بكن اللي اول مره في هذا الكاس، وكنا نتمنوا حقيقه باش نديوه وربي يسهل. وهادشي اللي غادي نقولوا. كنشكروا اللاعبين على التتويج ديال الكاس، صراحه كنا محتاجين ليه، وهذا يرجع للمكتب المسير انه وفروا الظروف للاعبين باش انه باش يفوزوا بهذا الكاس. وصراحه حنايا فرحانين بهذا الكاس، لانه اول مره في الحياه ديالنا انه كلاعبين ومتقاعدين انه كنفرحوا بهذا الكاس والغالي. وصراحه رجع لمدينه بركان انه التاريخ ديالنا انه دينا واحد اللقب، انه نذكروا هذه الاجيال انه جاهدوا وجابوا هذا الكاس الغالي لمدينه بركان. شوف تي في شكرهم على هذه المبادره. المهم لاول مره فريق النهضه البركانيه يفوز بالكاس تاع العرش، هذا انجاز رائع للمره الثالثه. ونتمنوا ما يكونش هذا هو الحد نتاع توقف هنا ونتمنوا ان تجي الشامبيونات، تجي لاكوب اخرى، وتجي مسائل اخرى اللي تجعل من الفريق فريق قوي، اللي نركزوه بين الفرق المتقدمه في على الصعيد الوطني. لاول مره فريق نهضه بركان اللي توج بكاس العرش من بعد اللي فاتوا زوج النهائيات، فالحمد لله حتى الوقت ديال هذا الجيل هذا اللي ما حققناش حقهم. فهنيئا لفريقنا وهنيئا لجمهورنا وهنيئا للمنطقه الشرقيه وهنيئا للسيد الرئيس، لان يستحق كل 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 خير، لانه بذل مجهود من بعد سنتين الى القسم الوطني الاول، من هو الى القسم الثاني الى القسم الاول، فلهذا يستحق هذا التتويج. احنا جيت سعداء بهذا اللقب لاول مره، فكنتمنى انها تكون هذه البدايه، ومازال الفريق ان شاء الله نستناو به القاب اخرى. وحنا كديزونسيان جوار جينا المسانده ديال الفريق ديالنا، والحمد لله حققنا هذا التتويج. وكنشكر اللعابه ونشكر جميع المكتب المسير المكونات ديال النهضه البركانيه على المجهودات ديالهم، ونتمنى لهم ان شاء الله مستقبلنا القاب اخرى. وشكرا.